أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نستقبل معكم في المحاضرة العاشرة من المساق، والتي فيها نكمل أنواع تصاميم الدراسات البحثية. نستذكر ما تطرقنا له منذ بداية المساق. تحدثنا عن صفحة العنوان، طبعا نحن كنا نتحدث عن مكونات البروبوزل أو مقترح الدراسة، وبدأنا بالحديث عن كل مكون وكل محتوى من محتويات هذا البروبوزل، بدءا بصفحة العنوان التايتل بيج، ثم الصفحة التالية والتي تحتوي فهرس المحتويات، ومن ثم انتقلنا إلى الشق الأول أو الجزئية الأولى من البروبوزل، والتي تحت عنوان Introduction and Background، والتي تشمل Problem Statement والObjectives بأنواعها General وSpecific والJustification والSignificance والHypothesis، وفهمنا ما معنى وكيفية كتابة والتعبير عن كل مكون من هذه المكونات. ثم انتقلنا للحديث عن السكشن الثاني في من محتويات البروبوزل، وهو الدراسات السابقة أو المراجع السابقة أو الأدبيات السابقة، سمها ما تشاء. ومن ثم انتقلنا للحديث عن البروبوزال ميثودولوجي، والتي تشمل materials and methods، اللي هي الطرق والأدوات. في بداية الطرق والأدوات، أول شيء تحدثنا عنه الستادي ديزاينز، وهو إلى الآن نحن نكمل الحديث عنه. المحاضرة السابقة تحدثنا وعرفنا ما هو التعريف للستادي ديزاين، تصاميم الدراسات، وقلنا أن تصاميم الدراسات تمام، تصاميم الدراسات أو تصميم الدراسة هو خطة تمام، بروسس أو عملية تمام، التي توجه الباحثين that guide researchers حول كيفية جمع الملاحظات تمام وتحليلها وتفسيرها بطريقة تمكن الباحث من الإجابة عن أسئلة البحث. طبعا التعريف هذا تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة. كذلك عرفنا أن الدراسات تصنف بناء على تصاميمها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول Exploratory Studies أو الدراسات الاستكشافية، أما النوع الثاني فهي الدراسات Descriptive Studies أو الدراسات الوصفية، أما النوع الثالث فهي الدراسات التحليلية أي الأناليتيكال ستاديز. تمام يا أحباب؟ وتحدثنا عن أنواع الدراسات الوصفية، والتي كانت كيس ريبورتس أند كيس سيريز، إيكولوجيكال ستاديز، كروس سيكشنال ستاديز، وعرفنا كيف ما هو ديزاين كل دراسة من هذه الدراسات وفكرتها. أيضا تحدثت في المحاضرة السابقة أنه قبل الولوج تمام، من المهم جدا قبل الولوج أو التطرق لشرح الدراسات الوصفية وحتى الدراسات التحليلية التي سنتحدث عنها اليوم، اللي هي الأناليتيكال ستاديز، مهم جدا نعرف مفهوم مصطلحين هامين، وهيني بعيدهم كمان مرة في المحاضرة هذه، لأن المصطلحين هذول أو هذين المصطلحين جدا هامين. المصطلح الأول هو الإكسبوجر، بمعنى اللي هو المؤثر، العامل المسبب، أو الشيء الذي تعرضت له الستادي جروب أو مجموعة الدراسة. الأوتكم هو الأثر الناتج من مين؟ من الإكسبوجر أو من العامل المسبب. الأثر الناتج ممكن يكون الأثر الناتج مرض، ممكن يكون خلل ما، ممكن يكون ظاهرة ما. مثلا لو كان عندي إكسبوجر، يعني مجموعة دراسية تعرضت لسموكي، للتدخين، كانوا بدخنوا، إيش الأوتكم؟ ممكن كارديوفاسكولار ديزيز، ممكن كانسر. طب لو كان عندي اكسبوجر فيتامين اي، انخفاض الفيتامين اي، ايش الاوتكم؟ هتكون كورونا هارت ديزيز. تمام يا احباب؟ تمام. طيب اليوم ان شاء الله نكمل معكم الحديث حول النوع الثالث من تصاميم الدراسات، الا وهو الاناليتيكال ستاديز ديزاين. تمام يا احباب؟ تمام. التعريف، لو تطرقنا لتعريف الاناليتيكال ستاديز، مي بي ديفايند از ستاديز يوز تو تيست هايبوثيسيز concerning the relationship between a suspected risk factor and an outcome.
and to measure the magnitude of the association and its statistical significance. هي دراسات عادة تستخدم لاختبار الفرضيات المتعلقة بالعلاقة بين عوامل الخطر، يعني عوامل الاختطار أو عوامل الخطر مشتبه بها، والنتيجة يعني الأثر الناتج الأوتكم. كذلك تستخدم لقياس حجم الارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع في الدراسة، ومقدار الأهمية الإحصائية اللي هي الاستاتستيكال سيجنيفيكانس. وإن شاء الله رب العالمين في المحاضرة مش القادمة، ما بعد القادمة، هنعرف أنواع المتغيرات ونتحدث عنها بتفصيل كامل. الاناليتيكال ستاديز، وجد العلماء انه الاناليتيكال ستاديز انواع. النوع الاول اسمه نون انترفينشن او اوبزرفيشنال ستاديز، بسموها الدراسات التحليليه بالملاحظه، تمام، والتي لا تشمل تدخل. النوع الثاني هي الدراسات التحليليه التدخليه، يعني فيها تدخل. النون انترفينشن او الاوبزرفيشنال ستاديز عده انواع، طبعا هنتطرق بالحديث عن كل نوع بالتفصيل الان. النوع الاول كومبارتيف كروس سيكشن، النوع الثاني كوهارت ستاديز، تمام، بنسميه دراسات الحشد اللي هي الكوهارت ستاديز، واحيانا يعني بسموها دراسات التعرض، وهي طبعا نوع من البروسبكتيف ستاديز. الكيس كنترول ستادي اللي هي دراسات اللي هي النوع الثالث من الاوبزرفيشنال او النون انترفيشن، بنسميها احنا دراسات المقارنه والحالات، تمام، وهي طبعا نوع من الدراسات التراجعيه او الرجعيه اللي هي الريتروسبكتيف ستاديز. الانترفينشن ستاديز الدراسات التحليليه التدخليه، يعني تشمل تدخل من الباحث، لها نوعين. النوع الاول اكسبيرمنتال ستادي، دراسات تجريبيه، والنوع الثاني كوزي اكسبيرمنتال ستادي، دراسات شبه التجريبيه. لو اجينا لتعريف النون انترفينشن او الاوبزرفيشنال ستاديز، ايش يعني ماذا تعرف؟ النون انترفينشن او الاوبزرفيشنال ستاديز، تمام، هي studies in which the researcher just observes and analyzes researchable objects or situation but does not intervene. ايش معنى الكلام هذا؟ الدراسات النون انترفينشن او الاوبزرفيشن هي دراسات بالملاحظه مع التحليل، لا تشمل تدخل مباشر من الباحث في احداث وظروف ومتغيرات الدراسه او حتى تجاربها المعمليه والعمليه. فقط وفقط وفقط الباحث يكتفي بايش يا حبايبي؟ بايش يكتفي الباحث؟ فقط يكتفي الباحث بالملاحظة والتسجيل، يعني بترك التجربة تصير لحالها أمامه، بترك الظروف تصير لحالها أمامه، أو بترك المتغيرات تتفاعل مع بعض لحالها، هو فقط يكتفي بالملاحظة والتسجيل، وبيجمع بيانات نتيجة ملاحظته. هل بتدخل الباحث؟ لا، بتدخلش في الأوبزرفيشنال ستاديز، تمام؟ الأوبزرفيشنال ستاديز زي ما تو تحدثنا قلنا انواع. النوع الاول منها الكومباراتيف كروس سيكشنال. الكومباراتيف كروس سيكشنال هي طبعا النوع الاول من الدراسات الاوبزرفيشنال، هي دراسات مقطعيه مضاف اليها جزئيه تحليليه. احنا اخذنا في انواع، لما تحدثنا على انواع الدراسات الديسكريبتيف، قلنا هناك في نوع من الديسكريبتيف ستاديز اسمه كروس سيكشنال، لكن في الاناليتيكال في نوع اسمه كومباراتيف كروس سيكشنال. شق الكروس سيكشنال موجود اللي اخذناه في الديسكربتيف ستاديز، زائد في شق تحليلي اللي اضافها اللي حيضيفه عليه او حينضاف من الاناليتيكال. فعشان هيك هي عباره عن دراسه مقطعيه مع شق او مكون تحليلي، يعني في ربط علاقه، في ربط علاقه، تمام. وطبعا المكون التحليلي ايش اللي ابرز لي؟ حساب الريلاتيف ريسك، لان انا جبت مجموعه اولى ومجموعه ثانيه، تمام يا احباب. يعني لو ضربنا مثال على زي ما ضربنا في الكروس سيكشن الديسكريبتيف كروس سيكشن ستاديز، قلنا لوكال انتستينال بارازايت امونج تشيلدرن اور ريليشن شيب بتوين انيميا اند انتستينال بارازايت، هجيب انا مجموعه اللي هو الطلاب اللي جبتهم، هشوف مين في منهم، اعملهم طبعا مجموعه الطلاب عندهم انيميا ومجموعه الطلاب ما عندهم ايش انيميا، اشوف في مين منهم عنده انتستينال بارازايت ومين منهم ما عندوش انتستينال بارازايت، تمام، واحسب الريلاتيف ريسك. مجرد ما حسبت الريلاتيف ريسك انا بتكون الدراسه صارت عندي كومبارتيف كروس سكشنال. لكن لو جبت انا نسب مئويه فقط، يعني قلت والله 10% من الطلاب اللي كان عندهم انتستينال بارازايت وجدت عندهم انيميا، مقابل 5% من الطلاب اللي ما كانش عندهم انتستينال بارازايت لم اجد عندهم انيميا،
تمام، اصبح انا الكلام اللي بحكيه النسب المئويه اللي بعرضها هذه، الدراسه عندي بصير الديزاين تبعي اسمه فقط وفقط كروس سكشنال، ديسكريبتيف كروس سكشنال. وقت ايش بصير كومباراتيف كروس سكشنال؟ لما احسب الريلاتيف ريسك، زي ما عدت حورجيكم كيف بنحسب الريلاتيف ريسك كمان مره، تمام، حورجيكم كيف لما اتكلم على البروسبكتيف اللي هو ستادي اللي هي الكوهرت، وطبعا مثال على البروسبكتيف اللي هي الكوهرت ستادي دراسه الحشد هتكلم عنها الان. فبديش احسب الريلاتيف ريسك مرتين، مره احسبه مع الكومباراتيف كروس سكشنال ومره احسبه مع اللي هو الكوهرت ستادي، لا عندنا حنحسبه ان شاء الله مع اللي هي الكوهرت ستادي. تمام يا احباب، تمام. نتكلم الان عن الكوهرت ستادي. الكوهرت ستادي احنا بنسميه دراسه التعرض او دراسه الحشد، دراسه التعرض او دراسه الحشد. صراحه الكوهرت ستادي من الدراسات القويه، وميزه الكوهرت ستادي ميزتها، وخلينا نرجع للملاحظه اللي حكيناها او المصطلحين اللي ركزنا عليهم، انه انا باجي للعامل المسبب اللي هو الاكسبوجر، مثلا التدخين، مثلا التدخين السموكينج، وبتتبعه مع الزمن. تمام، بتتبعه مع الزمن. طبعا لازم اجيب مجموعتين، مجموعه بتدخن ومجموعه بتدخنش، مثلا مجموعه سموكينج ومجموعه عندها الاكسبوجر، يعني عندها اكسبوزنج ومجموعه عندها الاكسبوزنج، بتتبعهم مع الزمن. ها، بمشي مع الزمن تحت نفس الظروف، يعني كل المجموعتين تحت نفس الظروف لغايه ما نصل لمين؟ للاوتكم. طبعا حكون عندي مجموعه اوتكمز، يعني مثلا لو جبت انا مجموعه على سبيل المثال 10,000 واحد شخص مدخن و10,000 شخص غير مدخن، ومشيت معهم مع الزمن، تمام، تحت نفس الظروف، كل شهر صرت اقيس لهم مثلا بايكوميكال باراميتر، اللي هو اعملهم صور للصدر اشوف موضوع اللي هو الكانسر او الانسيدنس للكانسر، اتبعهم مع الزمن. بعد 10 سنين بدي اشوف مين من الناس الاكسبوز اللي كانوا مدخنين صار معهم كانسر، مين من الناس النان اكسبوز صار معه كانسر، طب مين من الناس الاكسبوز ما صارش معه كانسر، طب مين من الناس النان اكسبوز ما صارش معه كانسر. الان عندنا في السكيم حتصير الامور اوضح. فالان صح كلهم بتعرضوا، لا كل يعني التو جروبز للناس الاكسبوز والنان اكسبوز بتعرضوا للتدخين، يعني عندي اكسبوجر واحد لكن عندي الاوتكم حتكون كتير. هل بعد 10 سنين من الدراسه هل فقط حيصير عند البابيوليشن او مجتمع الدراسه او السامبل اللي اشتغلت عليهم فقط سرطان؟ في ناس ممكن يصير عندهم قرحه معده، في ألصر، في ناس ممكن يصير عندهم هايبر تنشن ضغط، في ناس ممكن يصير عندهم هايبر ليبيديميا ارتفاع ضغط الدم، الخ الخ الخ، يعني في امراض كتير حتنشا بعد 10 سنوات من الدراسه. تمام، لانه بالذات الكوهرت ستادي جزء من البروسبكتيف، البروسبكتيف ستاديز هي الدراسات المستقبليه، انه انا ببدا من الان وبضلني ماشي مع الزمن مع المجموعتين. عشان هيك ايش بقول لي هنا؟ ستادي جروبز ايدنتيفايد باي اكسبوجر ستيتس براير تو اي سيرتيمينيت اوف ذير ديزيز ستيتس، بوث اكسبوز اند نان اكسبوز جروب فلويد ان ايدنتيكال مانر، الاكسبوز والنان اكسبوز بضلني ماشي معهم بتبعهم تحت نفس الظروف حتى they develop the disease لغاية ما أشوف الأوتكم disease أو أي حالة مرضية أو أي خلل under the study they die، في ناس حتموت لغاية ما تخلص الدراسة. ميزة الكوهرت ستادي أنا بقدر أحسب حاجة اسمها الريلاتيف ريسك. الريلاتيف ريسك يا أحباب، تمام، الريلاتيف ريسك احنا بنسميه الاختطار النسبي أو الخطر النسبي، هو عبارة عن احتمال، احتمال العلاقة بين متغيرين. تمام، يعني لو انا مثلا لقيت الريلاتيف ريسك عند الناس المدخنين 2 مقارنه الى 1 مع الناس غير المدخنين، فانا حقول والله احتماليه حصول السرطان عند الناس المدخنين ضعف الناس غير المدخنين، هي هذا الريلاتيف ريسك. الان كما قالت العرب سابقا وفي المثال يتضح المقال، بس خلوني في احكي ملاحظه مهمه، انه في البروسبكتيف ستاديز يعني وتحديدا الكوهرت لان هي جزء من البروسبكتيف، عاده بنجمع عينات الدراسة وبنشوف الاكسبوجر والاوتكم، لكن ما بنقدرش نتوقع، احنا بنكون عارفين ايش الاكسبوجر تبعنا لو التدخين مثلا، لكن بكونش انا متوقع ايش الاوتكمز اللي حيكون عندي. الاوتكم ممكن اكون حاط في بالي اوتكم كانسر، تمام، لكن ممكن يكون عندي اوتكمز اخرى، مثلا زي ما قلت لكم السر قرحه معده، هايبرتنشن ضغط، دايابيتس مليتس، ممكن يصير عندي اوتكمات كثير، اوتكمز ماني اوتكمز. عشان هيك سبحان العظيم بتلاقي عندي بقيس انا اكسبوجر واحد لكن بيظهر عندي ماني اوتكمز، عندي حشوف طبعا
في موضوع السترينجث اللي هو نقاط القوة أو إيجابيات الدراسات البروسبكتيف أو الكوهرت، والليميتيشن المعوقات بتاعتها ونقاط الضعف. لاحظوا حضراتكم هاي توداي، الدائرة هذه تمثل توداي الوقت أو اليوم. الكروس سكشنال قلنا لكم مي الكروس سكشنال ستاديز اللي حكيناها المرة اللي فاتت اللي هي جزء أو إحدى دراسات الديسكريبتيف، حكينا إنه بوث اكسبوجر أند أوت كام أت ذا سيم مومنت أوف تايم، في نفس اللحظة وي كان ميجر إيت، بنقيسهم بنقيس الاثنين. لكن في الكوهارت لاحظوا حضراتكم من اليوم وبتحرك للأمام مع الزمن، تمام؟ عكس الكوهارت، عكس مباشرة الكيس كنترول، اليوم وبرجع للخلف، بسميها الدراسات مين؟ الرجعية أو التراجعية، هنتكلم عنها الآن إن شاء الله. توداي الكروس سكشنال، من الآن من اليوم للمستقبل كوهارت، من اليوم بدي أرجع في الزمن الكيس كنترول ستادي، تمام يا أحبايبي؟ تمام. طبعا هي برضو مثال على سبحان الله العظيم ضربت تو ريليشن شيب بتوين سموكينج اند لانج كانسر. هي عنده جروب مدخنين جروب مش مدخنين، مشيت معهم مع الزمن بشوف مين فيهم صار معه كانسر مين ما صارش معه كانسر وبقارن بينهم. هذا الديزاين تبع الكوهرت ستادي. ايضا لاحظوا حضراتكم هي من اليوم، هي مثلا مجموعه اوبيس مجموعه لين، وبشوف مع الزمن ايش الامراض اللي بتصير عندهم. هي من اليوم فولو اب فولو اب فولو اب لغايه ما صار لمين للفيوتشر للزمن. هذا ايضا بروسبكتيف اللي هي كوهرت ستادي. طب خلينا برضو نشوف المثال هنا كيف بنحسب الريلاتيف ريسك. انا عندي ستادي بوبوليشن، نفترض جدلا انا عندي جبت 10000 شخص مدخن سموكر، تمام، او جبت 10000 من المجتمع بشكل عشوائي، اسف جبت 10000 شخص من المجتمع بشكل عشوائي، لقيت منهم 6000 سموكرز. نزلت انا على محافظه غزه اخترت 10000 شخص بشكل عشوائي، ال 10000 فرستهم لمجموعتين، مجموعه اكسبوز سميتها مجموعه نان اكسبوز. الاكسبوز كان لقيتهم 6000 واحد، ايش اكسبوز؟ يعني ناس مدخنين، يعني تعرضوا لمين؟ للخلاء وللتاثير. ولقيت منهم 4000 نان سموكر. طب خليني اشوف الجماعه السموكرز الاكسبوز هذول كم واحد فيهم بعد 5 سنين 6 سنين 10 سنين، لانه دراسه الكوهرت تبعت مع الزمن، كم واحد فيهم صار معه مرض كانسر؟ لقيت والله في 4000 واحد منهم صار معه كانسر، طبعا هذا ارقام افتراضيه. طب كم واحد فيهم ما صارش معه كانسر ضلوا هيلثي؟ والله لقيت اللي ما صابوش كانسر ضلوا هيلثي 2000 واحد. طب اجي على الشق الثاني، الجماعه النون اكسبوزد اللي كانوا اصلا هيلثي، تمام، هل شرط انه الانسان يكون بدخن عشان يصير معه سرطان؟ لا، في ناس بتدخنش وبصير معها سرطان. طب الناس الهيلثي النون سموكرز هذول كم واحد فيهم صار معاه مثلا سرطان؟ نفترض جدلا 2000 واحد. طب كم واحد ما صارش معاه سرطان؟ نفترض جدلا 2000. هذا طبعا قيم افتراضيه لبوبوليشن معين يتكون من 10000. طيب الان لو انا ضليتني واقف على هيك حسبت والله نسب مئويه، والله 4000 تقسيم اللي هو 10000 فقط من الناس، لقيت فقط 40% او 44% من الناس اللي او 4% من الناس اللي المجتمع ككل فقط عندهم سرطان وكانوا مدخنين. لا، هيك الشغل اسمه ديسكريبتيف. لحتى الان جزئيه الاناليتيكال التحليل مجرد ما احسب حاجه اسمها اللي هي ايش الريلاتيف ريسك، دائما دراسات الكروس سكشنال ودراسات الكوهرت ستاديز، تمام، اللي هي جزء من البروسبكتيف، بحسب لها الاودز ريشيو، بحسب لها مين، اسف، بحسب لها الريلاتيف ريسك. لكن دراسات الكيس كنترول بحسب لها حاجه اسمها الاودز ريشيو. قدنا حنتكلم عن الاودز ريشيو، تمام. طيب الان بدي احسب شيء اسمه الانسيدنس امونج اكسبوزد، يعني معدل انتشار المرض او شيوع المرض ما بين الناس الاكسبوز، يعني الناس المدخنين. معادله بسيطه جدا، تقسم ال 4000 على 2000، الناس اللي عندهم المرض على الناس اللي عندهم مش مرض. طبعا هي ال 4000 يعني لو شطبت انا الثلاث اصفار مع الثلاث اصفار بصير 4 2 يساوي 2. الانسيدنس امونج نان اكسبوز بدناش على الشق الثاني من الاسكي. طبعا 2000 على 2000، ناس معهم سرطان ناس معهم سرطان واحد. خلصت ما خلصتش ده كمل. هذه معادلة الريلاتيف ريسك. الريلاتيف ريسك بسموه ريشيو اوف ذا بروبابيلتي اوف ذا ايفنت، يعني معدل او احتمالية حصول الحدث زي ما تو عرفته حصول الحدث. طيب شفتوا الانسيدنس امانج اكسبوزر تو حسبتها اللي هي كانت طلعت 2 على الانسيدنس امانج
ان اكسبوز اللي طلعت مين واحد، اصبح ريلاتيف ريسك عندي قديش قيمته اثنين. ايش معنات الكلام هذا؟ يعني معنات الكلام هذا انه فرص حصول السرطان لدى الناس، يعني البروبابيلتي او اللايكهود لدى الناس المدخنين او الاشخاص المدخنين اكثر بمرتين او تزداد بمرتين عن الناس الغير مدخنين. هذا اسمه الريلاتيف ريسك يا احباب. تمام، ممكن اشوف لكم في الامتحان احسبوا لي الريلاتيف ريسك، بنزل لكم واجب اليوم احسبوا لي الريلاتيف ريسك لمعادله معينه. تمام، طيب ننتقل. طبعا هي الانسيدنس امان اكسبوز، وهي الانسيدنس امان اكسبوز اللي طبعا حسبناهم في السلايد اللي قبل. الكوهرت ستادي ديزاين برضه من عيد سبحان الله العظيم، التكرار بيثبت المعلومه. هي اكسبوز مثلا مدخنين غير مدخنين، ناس طلع عندها مرض ناس ما طلعش عندها مرض، فلو تايم. هذا الديزاين تاع الكوهرت ستاديز. ايضا هي الديزاين تاع الكوهرت ستاديز لاحظوا مع الزمن 1989 1999 شايف سنوات، ولاحظوا لانها بتطور بتقعد سنوات البروسبكتيف ستاديز وتحديدا الكوهرت بتقعد سنوات. هذا برضه سلبيه من سلبيات عندنا، حنتكلم ايجابياتها وسلبياتها. طب لو تكلمنا احنا عن اللي هو ادفانتجز اند ديس ادفانتجز، الكوهرت ستاديز يا احباب بروسبكتيف يوجوالي تنبؤيه، هذا من ايجابياتها انها ايش تنبؤيه. كان استابليش ريسك دايركتلي، احنا تو حسبنا عامل الاختطار، حسبنا اللي هو ريلاتيف ريسك او الاختطار النسبي. تمام، حسبنا تو الاختطار النسبي برضه مفيد. مين بيحسب لي اياه؟ كيف اذا بدي احسب الاختطار النسبي الريلاتيف ريسك لازم اعمل لي كوهرت ستادي. كان اسس مالتيبل اوت كم لديزيز واحد او مجموعه ديزيز. لاحظوا حضراتكم احنا دورنا على انسان بدخن، اتبعناه مع الزمن. مع الزمن روحت مش بس صار معه كانسر، كانسر ممكن قرحه معده، ممكن يصير هايبر تنشن، ممكن دايبيتس، فكل هذا مالتيبل اوت كم. يعني اكتشفنا امراض كثيره لايش؟ لاكسبوجر واحد. فهذا برضه من الميزات او مميزات الكوارت ستادي. جود فور رير اكسبوجر. لو كان عندي انا اكسبوجر رير يعني مرض معين نادر الحصول، فجيد ان انا اعمل له الكوهرت ستاديز. عندنا حنشوف اللي هو الكيس كنترول ستاديز في الامام، يعني اللي حنتكلم عنها الان بعد اللي هو البروسبكتيف او الكوهرت ستادي، حنلاقي ان هي نوت جود فور رير اكسبوجر، لكن جود فور رير اوت كم. الاوت كم النادر عشان نميز الفرق بينه. الديس ادفانتجز مور اكسبنسيف. انت تخيل دراسه بدك تقعد شغال فيها 10 سنوات، قد ايش بدك تكلفك وقت وجهد ومال؟ ها؟ لونجر طويله طويله. Not good for rare disease، مش جيده للرير ديزيز، ما ينفعش. Not good for disease with long latency period. طيب مع الزمن احنا طولنا، احنا بنعمل الدراسه، انا هذول ال 10,000 الشغالين معايا، اول سنه ال 10,000 شاركوا، ثاني سنه في 10 اشخاص قال انا مش فاضي لك، انا في 10 اشخاص ماتوا، في 10 اشخاص سافروا. فاحنا مع السنوات بنعاني من حاجه اسمها تاكل العينه. فهذه من سلبيات اللي هي مين؟ اللي هي الكوهرت او الكوهرت استاديز، انه مع الزمن بتصير تاكل في العينات، ناس بتموت، ناس بتسافر، ناس بترفض تشارك، حاجات كثير، العينه بتقل، فبالتالي هذا بضعف لي اللي هو قوه الدراسه بتاعتي. النوع الثالث من الاناليتيكال استاديز اللي هي احنا بنسميها الكيس كنترول استاديز. الكيس كنترول استاديز صراحه من الدراسات اللي كثير كويسه وكثير مفيده وسريعه. قوه من البروسبكتيف، مين اقوى؟ البروسبكتيف اللي هي الكوهر. مين اضعف من البروسبكتيف بشويه؟ الريتروسبكتيف استادي. مين اضعف من الريتروسبكتيف؟ اضعف منها اللي هي الديسكربتيف استاديز بانواعها. مين اضعف من الديسكربتيف استاديز؟ اللي هي اوبزرفيشنال استاديز. تمام؟ طيب الكيس كنترول استاديز هي جزء او احدى انواع الريتروسبكتيف استاديز اللي هي الدراسات التراجعيه. ريتروسبكتيف معناها تراجعيه. ليش تراجعيه؟ لانه زي ما انتم شايفين في الصوره هي اليوم وبروح برجع رجوع، الكيس كنترول استادي اللي احنا بنسميها دراسات المقارنه والحالات، ايش قصتها الدراسه هذه؟ هذا عكس البروسبكتيف وعكس الكوهرت تماما. كيف عكسها؟ هنا بنبدا بالاوتكمز في المرض الناتج، في المرض في الاوتكم، بنبدا في الاوتكم اللي هو السرطان مثلا، ونتتبع رجعيا عشان نعرف ايش هي مسبباته
او ايش اكثر عوامل الاختطار اللي تعرض لها الاشخاص المصابين في السرطان. في الكوهرت او البروسبكتيف كيف بدينا احنا؟ ايش سوينا؟ رحنا بدانا في ايش؟ مسكنا انسان اللي هو بدخن ومشينا معاه مع الزمن، شفنا صار عنده سرطان، صار عنده ضغط، صار عنده سكر، صار عنده ألسر، ايش ما كان. لكن هنا العكس، ببدا في الاوت كم، في المرض الناشئ، وبرجع مع الزمن بشوف ان الانسان مريض السرطان هذا هل كان بدخن ولا ما كانش بدخن. طيب هل كان بيشتغل في مصنع مواد كيماويه مثلا انه صار عنده ولا ما كانش بيشتغل في مصنع مواد كيماويه. هل كان بيشتغل في اويل ستيشن، في محطه بنزين، فانصاب سرطان ولا ما كانش بيشتغل في محطه بنزين. تمام، فكل هذه الاسئله بسالها فارجع ارجوه مع الزمن، فهنا بكون اتغلبت على مشكله طول الوقت وطول الزمن الموجوده في البروسبكتيف ستادي، وحققت نفس الهدف، وحققت نفس الهدف. يعني انا وبعدين شرط هنا ان انت تجيب مجموعتين، والميزه فيها كمان يا حبايبي ما باخدش 10,000. لو اخذت انا 100 كيسز و100 كنترول بكفي، يعني اخذت 100 شخص تمام عنده سرطان و100 هيلث ما عندهم السرطان، طبعا ايش الجندر ماتشنج، يعني نفس السن ونفس العمر، ويفضل يكون حتى كمان نفس المنطقه الجغرافيه. ال100 كيسز و100 كنترول كلا المجموعتين شفت مين فيهم سالت اسئله ذات علاقه بمسببات السرطان، مين فيهم كان شغال، مين فيهم مدخن، مين فيهم كان شغال في محطة بنزين مثلا، مين فيهم كان مثلا شغال في مصنع مواد كيماوية مثلا، مين فيهم كان شغال في محطة كهرباء، مين فيهم مثلا ساكن في مناطق شرقية تعرضت للفسفور في الحرب، مين. فبسأل الأسئلة كلها وبربط وبقارن المجموعتين مع بعض. الناس الكنترول، هل نسبة تعرض الكنترول لمسببات السرطان كانت زي الناس اللي عندهم سرطان اللي هي الكيسز؟ طبعا بنحسبه، وبنحسب حاجة اسمها الأودز ريشيو، نحسب حاجة اسمها اللي هي ايش؟ الأودز ريشيو، هي نسبة الأرجحية، نسبة الأرجحية. طبعا أنا أصريت هنا نضرب نفس المثال عشان يعني تصل الفكرة. لاحظ حضراتكم في الكوارت ستادي إجينا إكسبوز ونان إكسبوز، جبنا ناس بدخنوا وناس بدخنوا، ومشينا مع الزمن شفنا مين فيهم صار معه سرطان، مين فيهم صار معه قرحة معدة، مين صار فيهم صار معه ضغط، مين اللي حكينا توه. لكن في الاول في الكيس كنترول لا، جينا من الاوت كام، لاحظوا السهم برجع الاوت كام، شفنا جبنا مجموعه اشخاص عندهم كانسر ومجموعه عندهم مش كانسر، ورجعنا في الزمن مين فيهم كان بدخن، مين فيهم كان بيشتغل بمصنع مواد كيماويه، مين فيهم كان بيشتغل بمحطه بنزين، مين فيهم مثلا سكان او من سكان مناطق شرقيه اللي تعرضت للفوسفور، مين فيهم بيشتغل مزارع بتعرض للبستسايد، مين. تمام يا احباب، فلاحظوا كيف انه الكيس كنترول عكس الكوهرت تماما، عكس الكوهرت تماما. تمام يا حبايبي، طبعا هذه الصوره بتوضح لي كيف انه الكنترول عكس الكوهرت تماما. هاي البروسبكتيف ماشي للامام، وهي الريتروسبكتيف قاعد ببحث لها الخلف اللي هي الريتروسبكتيف الكيس كنترول. ايضا هذه صوره اخرى يعني للكيس كنترول كيف انه باجي من البريزنت تو ذا باست. تمام يا احباب، ايضا هذه الصوره توضيحيه. طيب الصوره هذه حلوه، انا عندي 100 شخص جبت مجموعتين، جمعت مجموعه 100 شخص كانسر هذول الكيسز، ومجموعه ثانيه 100 شخص هيلث انديفيديوال. تمام المجموعتين هذول، ارجع للمجموعه الاولى. المجموعه الاولى لما رحت سالتهم انا لقيت في منهم 65 شخص بدخنوا بيشتغلوا مصانع بترول، يعني بتطلع على الريسك فاكتور تحت السرطان، بيشتغلوا مزارعين الخ الخ الخ. لقيت ان اكسبوزد يعني ناس بيشتغلوش الشغلات هذه او بتعرضوش لنفس عوامل الاختطار 35 شخص. طب اجي لمجموعه الكنترول، مجموعه الكنترول لقيت 40 شخص من ال 100 بتعرض لعوامل الاختطار اللي هي السموكينج والكيميكال فاكتوري وركرز، يعني بيكون عمال في اللي هو المصانع الكيماويه الى اخره. ولقيت في 60 شخص ما تعرضوش لعوامل الاختطار. طيب استفدت من الكلام هذا، بدي احسب حاجه اسمها الاودز ريشيو. الاودز ريشيو يا حبايبي حسبته بسيطه جدا. الاودز اوف ديزيز امونج اكسبوز، نسبه الارجحيه للمرض عند الناس اللي كانوا بتعرضوا لعوامل الاختطار. اصبح من الحسبه هذه حتشمل فقط الناس اللي بتعرضوا لعوامل الاختطار، وين اكسبوز واكسبوز، هي ال 65 وال 40. بدي اقسم انا 65 على 40 فبتطلع لي 1.6. طيب الاودز امونج نون اكسبوز، بدي نسبه الارجحيه عند الناس اللي ما تعرضوش للاختطار،
100%. كيف بحسبها؟ 35 على 60 بتطلع تقريبا 58%. طب الآن حقسم 1 على 2 عشان اديني الأودز ريشيو. 1 على 2 يعني 1.6 على 58% بتطلع 2.7. يعني بقول أنا نسبة الأرجحية لحصول الكانسر عند الناس اللي تعرضوا لعوامل الاختطار أكثر ب 2.7 مرة من الناس اللي ما تعرضوش لعوامل الاختطار. تمام يا أحباب؟ هذه الأودز ريشيو. طبعا هي دي صورة أخرى بتوضح للكيس كنترول ديزاين. طيب إيش نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة؟ إيش هي نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة في اللي هي الكيس كنترول ستاديز؟ صراحة من نقاط القوة في الكيس كنترول ستاديز إنها ريلاتيفلي كويك، الجميل فيه إنها دراسات سريعة، تمام؟ وكويسة للرير ديزيز. تو حكينا إحنا في البروسبكتيف الرير ديزيز ما بتنفعش معهم اللي هي الكوهر، لكن سبحان الله العظيم الكيس كنترول ممتازه مع الرير ديزيز. يعني لو امراض نادره بجيب 100 من عندهم المرض النادر و100 من ما عندهم مش المرض النادر بقارن بينهم، تمام؟ لكن مرض نادر بقدر اجيب انا 100,000 شخص؟ لا صعب. كان اكزامين مالتيبل ايتولوجيكال فاكتور فور سنجل ديزيز. حلو، انا عندي مرض معين، مرض سكري مثلا، بدي ارجع اشوف المالتيبل ايتولوجيكال فاكتور يعني جميع عوامل الاختطار او جميع الاكسبوجرز اللي تعرض لها وبرجع رجوع. لاحظ انا جبت مريض سكر مزبوط او مريض كانسر، رجعت دورت ايش المالتيبل ايتولوجيكال، ايش عوامل الاختطار كلها اللي تعرض لها، ايش صار في مصنع بطاريات، إيه كان مزارع، كان ساكن في مناطق تعرضت لحرب ارتمى عليهم فسفور، الى اخره الى اخره. فهذا المالتيبل ايتولوجيك فاكتور. ليميتيشن مشكلتها انه انسفيشنت فور رير اكسبوجر. لو انا عندي رير اكسبوجر يعني واحد مثلا انا عندي في كل غزه ما عنديش ولا مصنع مثلا ذري، تمام؟ لقيت واحد جاي من برا معاه سرطان بس هو كان برا في روسيا كان شغال في مصنع ذري. طب هل بقدر اقول او بقدر يعني هذا الرجل ابني عليه في الدراسه؟ لا، وان كان معروف انه بيشتغل يعني في مصنع مواد ذريه او كذا انه ممكن يصاب بسرطان، لكن هل السرطان اللي عنده بقدر اربطه مع وجود انه اشتغل في المصنع اللي هو تصنيع مثلا مخلفات او تصنيع مثلا مواد تدخل في الطاقه الذريه؟ اكيد لا. كان نوت دايركتلي كومبيوت انسيدنس ريت. طبعا احنا ما حسبناش الانسيدنس، الانسيدنس بنحسبه من الريلاتيف ريسك. احنا هنا حسبنا ايش؟ الاودز ريشيو. ما بقدرش احسب معدل شيوع، انما انا بقدر احسب عامل اللي احنا بنسميه نسبه ارجحيه وليس اللي هو الاودز ريشيو اللي هو عامل الاختطار. از بارتيكولار هذه برضه بتكون عرضه للبايز. ليش بتكون عرضه للبايز؟ لانه انت بتضلك سبحان العظيم ممكن انسان لما تساله انت تعرضت او اشتغلت في المكان الفلاني او كذا، برضه ذاكره الانسان مش زي لما انت تكون ماشي معاه في البروسبكتيف في الكوهرت، ماشي معاه خطوه بخطوه وانت بتلاحظه وبتشوف قدامك وانت بتسجل بنفسك. انت فعلا بتعتمد على ذاكرته قاعد، بتعتمد على كلامه اللي بيحكيه. لكن في البروسبكتيف انت بتكون مرافقه بتسجل وانت شايف الحدث قدام عينك، بتعبي بياناتك بناء على الحدث اللي بيصير قدام عينك. طيب نستذكر مع بعض الاناليتيكال ستاديز، قلنا نوعين، نون انترفينشن للاوبزرفيشنال والانترفينشن. وحكينا انه النون انترفينشن او الاوبزرفيشنال في لها ثلاث انواع اللي هي الكومبارتيف كروس سيكشنال، الكوهرت ستاديز، والكيس كنترول ستاديز. الان وطبعا تحدثنا عن الثلاث انواع، الان حنتحدث عن الشق الثاني من الاناليتيكال ستاديز اللي هي احنا بنسميها الانترفينشن ستاديز، والتي تنقسم الى شقين، اكسبيرمنتال ستادي اند اكوز اكسبيرمنتال ستادي، الدراسات التجريبيه والدراسات شبه التجريبيه. تمام. الانترفينشن ستاديز ذا ريسيرش مانيبيوليتس اي سيتويشن اند ميجرز ذا افكت اوف ذيس مانيبيوليشن. يعني باختصار دراسات بتشمل تدخل مباشر من الباحث في احداث وظروف ومتغيرات الدراسه وتجاربها العمليه والمعمليه، ثم يلاحظ الباحث، تمام، يلاحظ الباحث التغيرات التي نشات نتيجه تدخله. والباحث بيعمل ظروف التجربه بصممها، تمام، يعني بيعمل تلاعب معين مانيبيوليشن معين وبلاحظ اللي هو التغيرات او الاثر الذي ترتب عن تدخله.
وعادة يوجوالي بات نوت اولويز تشمل تو جروبس، عبارة عن مجموعتين، مجموعة بنعمل معها أو نقوم بعمل انترفنشن، يعني بنعمل عليها تدخل أو إضافة، بنعطيها علاج جديد، بنعطيها اللي هو تطعيم جديد، والمجموعة الثانية بنعملش عليها أي تدخل أو منضي أو بنعطيهاش حاجة، اللي هي مجموعة البلاسيبو أو مجموعة الكنترول. الآن الانترفنشن ستاديز هي دراسات أرقى وأكبر، لأنه أنت بتظبط كل الظروف. انواع اللي هي طبعا الانترفنشن ستاديز، اكسبيرمنتال ستاديز، والكويزي اكسبيرمنتال ستاديز. طيب نتكلم عن كل واحده. الاكسبيرمنتال ستاديز، الاكسبيرمنتال ديزاين از ستادي ديزاين، عباره عن تصميم من التصاميم اللي هي الدراسات الانترفنشن. تمام، فيها بتم اختيار اللي هو العينات وتوزيعها بطريقة راندومايز، طريقة عشوائية. هي الشرط الأول. والشرط الثاني تحتوي على مجموعة ضابطة، يعني كنترول جروبز تحتوي على مجموعة ضابطة. هذه الاكسبيرمنتال ستاديز. الكويز اكسبيرمنتال عندنا حنتكلم عنها، تعريفها انه تفتقد احد الشرطين او كلاهما. تمام يا حبايبي. طيب an experimental design is a study design that gives the most reliable proof for causation. هي هذه افضل تصميم واقوى دراسه في جميع الدراسات اللي حكيناهم، بس المشكله انه صعب ان انا اصل لها، وصعب ان انا ايش انفذ. عدنا احنا نعرف ليش صعب ان انا انفذ الدراسه الاكسبيرمنتال بشكل كامل. في الاكسبيرمنتال ديزاين الانديفيدوال، الاشخاص are randomly allocated to at least two groups بشكل عشوائي عشوائي عشوائي. الشرط الاول، الاشخاص المشاركين في الدراسه بوزعهم على مجموعتين. one group subject to an intervention، المجموعه الاولى بعمل عليها التدخل، المجموعه الثانيه تبقى من غير تدخل. المجموعه الاولى بديها علاج، الثانيه ما بديهاش علاج. المجموعه الاولى بديها فاكسين، الثانيه ما بديهاش فاكسين. الاوت كم تبع الانترفنشن انا بقيسه من خلال مقارنه كلا المجموعتين. تمام، عادة هذا بتحصل في المختبرات الطبية. شغل احنا كأخصائية حالة طبية بكون انترفنشن، شغل العلاجات، شركات الأدوية، كل تجاربها بتكون انترفنشن، اكسبيرمنتال انترفنشن ستاديز. لاحظوا حضراتكم، هاي عندي انا بابوليشن، اخذت عينة، عندي مثلا بدي اجرب علاج جديد مثلا، يعني هي عندي المثال هنا، بدي اشوف الناس اللي عندهم انفلونزا الفلو، بدي اجيب علاج جديد. جبت انا من المجتمع، عند المجتمع مثلا 10,000 واحد عندهم مثلا هو كورونا فيروس، بما ان احنا وقت كورونا، خدت العينة 10,000 بشكل عشوائي. تمام، بشكل عشوائي اخذت مين العينة من اللي هي ال 10,000 شخص، رحت قسمتهم بشكل عشوائي لمجموعتين، مجموعة فيها 5,000 ومجموعة في اخرى 5,000. المجموعة الاولى فيها 5,000 بشكل عشوائي، اديتهم فيتامين سي وهم مش عارفين ومش عارفين ايش اخذوا. والمجموعة الثانية اديتهم بلاسيبو، ما اديتهمش فيتامين سي، وبرضه مش عارفين هم مش ماخذين فيتامين سي. ال 10,000 كلهم في المجموعتين فاهمين انه بياخذوا فيتامين سي، ليش؟ عشان احيد اللي هو ايش؟ التأثير النفسي، عشان احيد التأثير النفسي. بعد فترة، بعد ما اعطيتهم فيتامين سي جرعات على فترات زمنية، بدي اشوف قديش منهم ضل معاه انفلونزا وقديش منهم انشفى من الانفلونزا مع المجموعة الأولى اللي أخذت فيتامين سي. بالنسبة للمجموعة الثانية اللي ما أخذوش فيتامين سي، بدي أشوف قديش منهم ضل معاه فلونزا وقديش منهم ما ضلش معاه فلونزا، بتكلم نسبة مئوية. من خلال مقارنة النسب المئوية بقدر أعرف تأثير العلاج، هل العلاج فعلا اللي أنا عامله جديد الفي فيتامين سي هذا مؤثر ولا مش مؤثر. تمام، أيضا هاي مثال ثاني، مجموعتين، الأولى أخذت تريتمنت، الثانية ما أخذتش تريتمنت، وفولو أب بتتبعهم بشوف مين انشفى مين ما انشفاش. لاحظوا حضراتكم هنا، يعني مع الفولو أب 1 2 3 4 انشفوا مع العلاج الجديد، معناته العلاج يعني مؤثر. مجموعة الكنترول فقط كم واحد انشفى؟ اثنين، يعني اللي ما خدوش العلاج او اللي ضلوا على العلاج القديم. لاحظوا الفكرة المهمة انه عند راندوم اساين. تمام، انه انا اخترت المجموعتين بشكل عشوائي، يعني هاي انا عندي 9 اشخاص وزعتهم لمجموعتين. تمام، ويفترض تكون 10 مش مشكلة، وزعتهم على مجموعتين، لازم اوزعهم بشكل عشوائي، كل واحد فيهم ما يعرفش وين، طبعا مرضى هذول كلهم بيشنتس. وايضا لازم يكون عندي كنترول جروب. شرط اللي هو الاكسبيرمنتال ديزاين انه اختار اوزع العينات المرضى او المجموعه الدراسه عندي بشكل عشوائي، ويكون عندي احدى
طبعا اوزعه بشكل عشوائي على مجموعتين، واحدى المجموعتين تكون كنترول، وايضا تكون بشكل عشوائي المجموعه الكنترول. لكن هذا الشيء صعب ان انا انفذه. تمام، هاي عند ستاد بوبيليشن الناس اديناهم بشكل عشوائي وزعناهم لمجموعتين، مجموعه لقت حالها كنترول وهي مش عارفه، مجموعه تريتمنت تاخذ العلاج وهي مش عارفه فولو اب، وبقارن الريزلتس. هي تصميم الديزاين الواضح. طيب مشكله الاكسبيرمنتال ستادز فيها مشكله انه انا صعب احقق الشرطين اتبعونها، انه انا اختار البوبيوليشن بشكل عشوائي واوزعهم على مجموعتين بشكل عشوائي اللي هم مثلا البيشنت تاعوني اللي بدي اديهم العلاج، وكمان تكون الكنترول جروب ناس من يكونوا كنترول جروب هم مش عارفين بشكل عشوائي. ليش صعب؟ قال لك لاسباب. اول سبب فور ethical reasons the opportunities for experiments involving human subject are restricted. عادة من غير الأخلاقي خداع المرضى وأعطيهم بلاسيبو، يعني مجموعة الكنترول أعطيهم بلاسيبو، هم فاهمين هم أصلا قاعدين بياخدوا علاج، مش أخلاق الشيء هذا. لازم أنت إذا قلت له بدك تاخد علاج لازم تدي العلاج الجديد. حتى كمان at community level where health research is frequently undertaken we experience not all ethical but also practical problems in carrying out experimental studies. المشكلة كمان حتى في التطبيق على مستوى المجتمع المحلي في صعوبة في التطبيق على أرض الواقع. ليش؟ لأنه بعد ما اختار عشوائي للمرضى ممكن تلاقي ناس يرفضوا المشاركة في الدراسة. يعني أنا عندي 10,000 أخذت مثلا منهم 100 شخص يشاركوا في الدراسة، قلنا بشكل عشوائي انتوا 100 طلع عليكم الاختيار تشاركوا في الدراسه، وقف لك واحد قال لك انا بديش اشارك، بدك تقول له بدك تشارك غصب عنك، اكيد حتقول له لا. فهنا سقط عندك احد الشروط اللي هو شرط اللي هو ايش، العشوائيه. تمام. طيب الريال لايف سيتنج ايضا في الظروف الحقيقيه it is often impossible to assign person at random to group or maintain control group. ايضا في الظروف الحقيقيه يستحيل توزيع الاشخاص بشكل عشوائي على مجموعات. هتلاقي واحد برفض لو قلت لهم انت كنترول وانت ضمن مجموعه الكنترول وانت ضمن مجموعه الاكسبيرمنت او الاستادي او الكيسز، هقول لك اسف انا بدي اروح ضمن الكيسز، انا بدي اروح ضمن الكنترول، او ما بديش اشتغل، او بديش. فصعوبتها كتير. عشان هيك therefore experimental research designs may have to be replaced by quasi experimental design. عشان هيك احنا حلينا المشكله هذه انه احنا بلشنا نتنازل عن شرطين تبعون الاكسبيرمنتال او احد الشرطين تبعون او كلا الشرطين بتوع الاكسبيرمنتال. يعني بمعنى حلينا المشكله من خلال الكوز اكسبيرمنتال. الكوز اكسبيرمنتال ستادي وان كاركترستيك اوف ترو اكسبيرمنت از ميسنج ايذر راندومايزيشن اور ذا يوز اوف سيبريت كنترول جروب. احد الشرطين اتنزلنا عنه. يعني انا ممكن اجيب ناس ادفع لهم فلوس مش بشكل عشوائي وانفذ عليهم الدراسه، يرضوا عندهم المرض اقول لهم اسمعوا يا جماعه الخير تعالوا بدي اجرب عليكم هالعلاج الجديد تبع فيتامين سي او علاج جديد للسرطان لو كان مرضى سرطان، وهي فلوس ماشي الحال. ما اخترناهم بشكل عشوائي واروح اقسمهم ناس كنترول وناس اللي هو كيسز، وطبعا مقابل فلوس واشتغل عليهم. اي احد الشرطين سقط. تمام، فهيك بنكون حلينا المشكله. تمام يا احباب، فالكوز اكسبيرمنتال هي الافضل، يعني هي الاكسبيرمنتال افضل، لكن الكوز اكسبيرمنتال هي المور ابليكابل القابل للتطبيق. نرجع نذكركم من اضعف الدراسات اللي هي الاوبزرفيشنال ستاديز. تمام، بشكل عام طبعا ضمنها ديسكريبتيف، بعد هيك الاكسبيرمنتال بتكون اقوى وافضل وهكذا. لاحظوا حضراتكم ديسكريبتيف ستاديز، بعد هيك ننتقل للكيس كنترول ستاديز، بتلاقي يعني بتزيد قوتها وبتزيد اللي هو المعلومات اللي بتعطيني اياها الكوهارت. اخر حاجه الكلينيكال ترايلز تيست لينك اكسبيرمنتالي. طبعا هذا ملخص للدراسات اللي حكيناها توي أو قبل قليل.